بسم الله الرحمن الرحيم. أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمؤسسة قطر التعليم فوق الجميع على هذه المبادرة التي تقدمت بها لحماية الأطفال في مدارسهم وحماية البيئة التعليمية وحماية المدارس. ونحن في فلسطين أحوج ما نكون لهذا اليوم العالمي، يوم 9 سبتمبر، ليكون اليوم العالمي لحماية الأطفال وحماية العملية التعليمية وحماية المدارس. الطالب الفلسطيني والمدرسة الفلسطينية والمعلم في فلسطين يتعرض إلى أبشع أنواع التنكيل، لأننا شعب يعيش تحت الاحتلال. هناك مدارس تهدم، وهناك مدارس قصفت في قطاع غزة، وهناك أطفال وضعوا تحت الإقامة الجبرية في مدينة القدس، وهناك بوابات تعزل الأطفال عن مدرستهم، وهناك جدار يلف مدينة القدس ويمنع هذا التواصل الجغرافي والديموغرافي، تواصل الطالب مع مدرسته والمعلم مع مكان عمله، وكل هذه الإجراءات التي تقوم بها دولة الاحتلال تجاه أهلنا وشعبنا. لقد زرت بعض المدارس ورأيت أن صورة الطفل تجلس على مقعده، وقد غاب الطفل الذي اختطفت روحه ماكنة القتل وماكنة الاحتلال. لذلك نحن في فلسطين الأحوج إلى هذا اليوم العالمي لحماية الطفل وحماية التعليم وحماية التعلم وحماية المدرسة. أحيي الأمم المتحدة، أحيي قطر مرة أخرى، ونحن سنبقى موحدين أجل أن يزول الظلم عن العالم ويزول القهر. Unite to protect.